Hello everyone, this is Chef Nadel with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. The amount of bananas is up to you. Grind the bananas. Now it's ready. We make the والفانيلا وضع معلقة ثلاثة موز ملعقة كاكاو خام وقليل من القهوة سريعة الذوبان وقليل من الفانيلا كل هذا حسب الزوج أو المتوفر عندكم هو هو خيارات أنا حدّيكو خيارات أكتر من هيك هلقيت بنعمل الموز والبروتين للناس اللي عندهم نقص في البروتين بالأخص اللي بيلعبوا رياضة وممكن لناس كتير في عندهم نقص في البروتين هذه وجبة بروتين وفيها طاقة كتير عالية نضعهم بالمجمد أقل شيء أربع ساعات ممكن اختياري نضع على الوجه قهوة سريعة الذوبان وضعهم بالمجمد الفريز أقل شيء أربع ساعات ولكن هذه هي الطريقة الأصح يكون الموز مرطب أو منمل الموز مثل هيك وبنوضعه بالفريز أربع ساعات أقل شيء أربع ساعات بعد بنوضعه بالفريز أربع ساعات نرفعه من الفريز وبنوضعه بالماكينة وإذا أنتم بدكم تحطوا بروتين أو قهوة أو كاكاو أو أي شيء تضعه في الوقت هذا هو مناسب وبتقدموه مباشر ونخزنه نفس الشيء بالمجمد هذه هي الطريقة الصح الطعم نكهة الموز لما يكون مرطب له نكهة كتير روعة هذه الطريقة الأولانية هذا تقريبا بعد يمكن ثلاث ساعات ولازم يكون أربع ساعات تقريبا او حسب نوع المجمد طب بنزين مثل ما بدنا مكسرات الزبيب فواكه مجففة شوكولاتة شو ما بدكو انتو حسب نظامكو الغذائي تضعو معه ولكن انا بانصح الموز يكون مرطب ومنمل له نكهة كتير كتير والتست تبعه عالي بكون وبنجمده بالمجمد وبعدين بنطحنه مع البروتين او مع الكاكاو او مع القهوة في امان الله تزرونا بصفة جديدة من الاشتراك بالقناة اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة